لم تلقى رحلة إدارة مخيم باب السلامة أي دعم معنوي أو مادي أو حتى زيارات ميدانية من وزارة الإدارة المحلية وشؤون اللاجئين في الحكومة المؤقتة. التقيت أنا بالوزير منذ قرابة 4 أشهر، وعدني بتقديم مساعدات ووعدني بزيارة على أرض المخيم، ولكن كان لم يتجاوز الأمر سوى الوقت. لاجئي مخيم باب السلامة حق في وزارة اللاجئين، حق لدى وزارة اللاجئين، فأنا أطالب به على مرأة ومسمع الجميع. إن لم يكن لهم حق فلا نسمح لأحد أن يتكلم باسم اللاجئين في المحافل الدولية وفي الحكومة. وضع المخيم كالتالي، المخيم صار له سنتين ونص تقريبا. الامور الاساسيه للمعيشه يعني بسيطه جدا، منها صرف الصحي، قله المياه، خيام باليه، عدم رصف الارض، ما تلقينا اي دعم لا من ائتلاف ولا من حكومه مؤقته ولا حتى يمكن اي جهه دوليه، كلها عباره عن منظمات خيريه لحالها عم تجيك دعم. كبست مي للرجال، عم نضطر نخلي النسوان تعبي من شح المياه وقلتها، وفي البوادين منكم مثل ما انكم شايفين يعني مضطرين، يعني ما بنحسن الا لمره بعدي، لانه ما في عندنا حنفيه ثانيه للنسوان. هاي الحنفيه الوحيده للرجال والحنفيه الوحيده الثانيه للنسوان، هنيك حنفيه ثانيه ما في. شو الوضع؟ الوضع هون تعبان، المي نقل، مية الصحي كمان عم شيلها مكبة، عم تعذب فيها كثير، جراثيم للأطفال، دبين، وسخ، طلع هذا المنظر. هلا شو هدول؟ هدول تواليتات، صحفيات، وأطفال، جدر ما جدر، هون طلع، مي ما في، وامراض.